بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء العاشر من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعبة المحاسبة. يبدو ان مفيش حد لسه موجود معانا من ابنائنا وبناتنا الاعزاء. كنا تناولنا في اللقاء السابق قوائم الاستقصاء أو الاستبيان، وقلنا إن قائمة الاستقصاء هي قائمة مكتوبة مسبقا تتضمن عددا من الأسئلة ليقوم الأفراد موضوع البحث بالإجابة عليها، وقلنا إنها بتعتبر من أفضل الطرق للحصول على البيانات عشان نعرف بعد كده نشوف هنقيس المتغيرات بتاعتنا إزاي ونقدر يتم تحليلها باستخدام برنامج SPSS. وقلنا ان قوائم الاستقصاء اما ان تكون مداره شخصيا، ودي عندما تكون الدراسه منصبه على منطقه محليه واحده. اما اذا كانت الباحث عايز يغطي منطقه جغرافيه واسعه فسيلجا الى قوائم الاستقصاء الايه؟ البريديه. وهناك ارشادات لتصميم قائمه الاستقصاء. اللي هي زي صياغه القائمه ازاي؟ كيفية تحديد المتغيرات من حيث مجال القياس والشكل العام لقائمة الاستقصاء. يعني قلنا مثلا صياغة القائمة دي بتشير إلى عدة عوامل، اللي هي مدى ملائمة موضوع الأسئلة، اللغة التي تصاغ بها الأسئلة، نوع وشكل الأسئلة، ترتيب الأسئلة والأسئلة الشخصية. بعد كده قلنا إن هناك طبعا لغة الاستقصاء اللي هي زي مثلا نوع وشكل الأسئلة، فقلنا إن يمكن التمييز ما بين ثلاث حاجات: أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة وأسئلة ذات الصياغة الموجبة والإيه أو السالبة، اللي هي يعني بتتيح الإجابة بنعم أو إيه أو بلا. وهناك قواعد ينبغي مراعاتها عند صياغة الإيه الأسئلة، قلنا هي عبارة عن ست قواعد: واحد، أن تكون الأسئلة سهلة لا تحتمل أكثر من معنى ويمكن فهمها بوضوح، وأن تبدأ الاستبانة بالأسئلة السهلة ثم الصعبة، وأن ينصب كل سؤال على جانب محدد، وتجنب الإكثار من عدد الأسئلة، بالإضافة إلى تجنب الأسئلة التي تتطلب إجابات مفتوحة وتجنب الأسئلة المعقدة التي يصعب الإجابة عليها. وهناك أيضا العديد من المميزات لقائمة الاستقصاء وبعض العيوب، ده أكيد موجودة عند حضراتكم وتم تناول. وبعد كده اتكلمنا عن اللي هو اختبار كفاءة قائمة الاستقصاء، لما حددنا بعض البنود لحضراتكم، وقلنا طرق اختبار كفاءة الأداة البحثية أو قائمة الاستقصاء اللي هو بيبقى من خلال طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي عرضها على مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، أو القيام بدراسة أولية استكشافية على عينة محدودة مماثلة للعينة الأصلية التي سيجرى عليها البحث. وأخيرا قلنا تم الإشارة إلى جزئية مهمة، ألا وهي بعض الدوريات التي يمكن الاستعانة بها في البحوث المحاسبية، مثل The Accounting Review و Accounting Horizons و Management Accounting Research و Journal of Accounting Auditing and Finance Journal of Business Finance and Accounting.
International Journal of Accounting. كل دي تعتبر دوريات باللغة الأجنبية، بالإضافة إلى بعض الدوريات باللغة العربية زي مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تصدر عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مجلة الإدارة العامة بتصدر عن معهد الإدارة العامة بالرياض، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية بتصدر عن جامعة المجمعة، مجلة البحوث المحاسبية بتصدر عن الجمعية السعودية للمحاسبة، مجلة الفكر المحاسبي بتصدر عن قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية. دي كده كان موجز لما تم تناوله في اللقاء السابق. نبدأ بقى النهاردة في جزئية تانية اللي هو الفصل الرابع، هو بعنوان الإطار النظري ووضع وصياغة الفروض. الإطار النظري ووضع وصياغة الفروض طبعا، يعني إيه الكلام ده؟ ما احنا اتفقنا مع بعض ان احنا في بداية شغلنا واحنا بنعمل البحث لابد ان يكون هناك ايه؟ جانب نظري، جانب نظري او اطار نظري للبحث. تمام، قلنا الاطار النظري تعريفه ايه؟ ده سؤال ممكن يجي لحضراتكم. او انا عايز اعمل برضو مشاركة وكأن ابنائي موجودين، مفيش مشكلة خالص عشان يشوفوا الكتاب بالمرة. أنا بحاول أشرح اللقاء كأن حضراتكم موجودون بالضبط، يعني إن شاء المولى عز وجل. تمام، اعتبر أنه بقى مسجل ويمكن الرجوع إلى هذا الإيه؟ إلى هذا اللقاء للاستفادة، لأن برضو هيتم استعراض فيه مجموعة من النقاط والأسئلة المهمة، وإن شاء الرحمن تيجي الاختبار. تمام أبنائي وبناتي، تمام يا دكتور. أنت عارف يا دكتور، أنت لو قلت لنا أن في صيام النهاردة يعني إيه؟ فروض من يوم الخميس يعني، فاحنا صايمين، ممكن يكون ما حضرناش علشان هذا السبب يعني. ربنا يتقبل يا رب العالمين. زي ما هو واضح امام حضراتكم في صفحة 62 ده فيها جزئية مهمة نخلي بالنا منها. الإطار النظري عشان ممكن يجيبوا سؤال، هو نموذج مفاهيمي لكيفية تنظير العلاقة بين عدة متغيرات والتي تم أخذها في الاعتبار عند صياغة المشكلة. يبقى لازم الباحث بعد ما بيستعرض الدراسات السابقة ويحدد مشكلة البحث والفجوة البحثية بتاعته والهدف من البحث وأهمية البحث، يبدأ يقول والله أنا هتناول الجانب النظري إزاي. يبقى ده كده الإطار النظري أو الجانب النظري من البحث، لأن في الإطار النظري دوت سيناقش فيه الباحث العلاقة بين المتغيرات التي تعتبر مهمة وللحالة موضوع الإيه؟ موضوع البحث. أيضا الإطار ده برضو بيساعد الباحث في صياغة الفروض التي تكون قابلة للإيه؟ للاختبار من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. المتغيرات، تعريف المتغيرات إيه؟ المتغيرات هي أي شيء يأخذ قيمة، أي شيء يأخذ قيمة. لما أقول إيه؟ أثر المراجعة المشتركة على قيمة الشركة. يبقى المراجعة المشتركة ده متغير؟ نعم، بنقول عليه متغير مستقل. هنقدر نديله قيمة؟ الشركة اللي بتطبق المراجعة المشتركة هنديها 1، اللي ما بتطبقش هنديها 0، يبقى بياخد 1 أو 0. طيب ممكن نقول قيمة الشركة هنقدر نقيسها؟ من خلال استخدام مثلا نماذج متعددة، معدل العائد على الأصول أو نموذج مثلا توبنز كيو يعني إلى آخر. يبقى مثلا نقول إيه؟ درجة الحوكمة والله تاخد من 1 إلى 9 وفقا للمتغيرات مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، موجود ولا حجم الشركة نقدر نقيسه. يبقى دي المتغيرات، هي أي شيء يأخذ قيمة. من أمثلة هذه المتغيرات درجات الاختبارات، عدد الغائبين، الحوافز، آخر. ما هي الأنواع الرئيسية للمتغيرات؟ في 4 أنواع مهمة جدا، فتخلي بالكم منها لأن ممكن تجي لكم سؤال في الاختبار وجاية فعلا يعني. في عندنا المتغير المستقل والمتغير التابع والمتغير المتداخل والمتغير الوسيط. يهمني ان انتوا تعرفوا على الاقل كل نوع من هذه الانواع بايجاز شديد جدا جدا جدا. المتغير التابع عرف ايضا بالمتغير الاساسي للبحث،
هو المتغير موضوع الاهتمام بالنسبة للباحث، اللي هو ايه؟ وهو المتغير موضوع البحث والذي من خلاله يجد الباحث حلا او شرحا لمشكلة البحث. فتخلي بالكم من تعريفه لان ممكن اجيبه في سؤال وما ايه. هو متغير موضوع الاهتمام بالنسبة للباحث والذي من خلاله يجد الباحث حلا او شرحا لمشكلة البحث. الف التابع، ب المستقل، ج المتداخل، د الوسيط. يبقى الإجابة صحيحة لإيه؟ التابع. تمام. طيب بالمناسبة التابع دايما يجي في صيغة السؤال، بيبقى يعني برضو لو نعرفه ازاي يا دكتور، نقول مثلا أو لو قلنا أثر س من المسافة كده أهو على ص. المثال بتاعنا ده عشان ما تنسوهوش بقى، ها يبقى هنا كده س تمثل المتغير المستقل، أما صاد تمثل المتغير التابع. السؤال جاي في الاختبار بنسبة 1000000%. يعني لما أجي أقول سؤال، ها أثر التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي على جودة التقارير المالية دراسة تطبيقية في بيئة الأعمال السعودية في ضوء ما سبق، فإن المتغير المستقل هو، وما السؤال تاني، ها في ضوء ما سبق فإن المتغير التابع هو، واجيب لك بقى اختيارات. مثلا المتغير المستقل لازم تبقى انت عارفه على طول اوتوماتيك ابنائي وبناتي الاعزاء، هو الذي ياتي اولا في العنوان وياتي بعد كلمه اثر، يقول لك قياس اثر او اثر تطبيق كذا، اثر اللي بعده يبقى هو ده المتغير المستقل، بعد كلمه على يبقى ده المتغير التابع. يبقى في ضوء العنوان بتاعنا فين المتغير المستقل؟ يبقى التغيير الالزامي للمراجع الخارجي ده المتغير المستقل. طب فين المتغير التابع؟ فين اللي بعد كلمة على؟ أو يبقى جودة التقارير المالية دي المتغير الإيه؟ التابع. نقول مثلا أثر المراجعة المشتركة على قيمة الشركة. فين هنا المتغير المستقل؟ تمام، المتغير المستقل هو بعد كلمة أثر، يبقى اللي هو إيه؟ ها المراجعة المشتركة، يبقى ده المتغير المستقل. طب فين المتغير التابع؟ يبقى قيمة الشركة، قيمة الشركة. نقول مثلا أثر التخصص الصناعي المراجع الخارجي على الحد من ممارسات المحاسبة الابتداعية. فين هنا المتغير المستقل؟ ايوه على طول، خلاص بقى بين اساتذه فيها بعد اثر التخصص دكتور، يبقى التخصص الصناعي للمراجع الخارجي، التخصص الصناعي للمراجع الخارجي ده المتغير المستقل. طب في المتغير التابع اهو الحد من ممارسات المحاسبه الابتدائيه، يبقى ممارسات المحاسبه الابتدائيه هي دي المتغير الايه؟ التابع، المتغير الايه؟ التابع. تمام. نرجع بقى للشرح بتاعنا بين اساتذه بقى في السؤال ده لانه هيجي ان شاء الرحمن باذن الله تعالى. يبقى نيجي بعد كده نقول بقى، قلنا عرفنا المتغير التابع، يهمني بس تعريفه وخلاص فقط لا غير. المتغير المستقل برضو ناخد تعريفه، هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع بشكل سلبي او ايجابي، بحيث انه بظهور المتغير المستقل والتغير فيه يحدث تغيير فين؟ في المتغير التابع. يبقى برضو ده تعريفه فقط ولا ناخده، اللي هو موجود عند حضراتكم في صفحة 63. بعد كده ناخد المتغير الوسيط، المتغير الوسيط. المتغير الوسيط تعريفه برضو في سطرين،
هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. تمام؟ هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. ده موجود عند حضراتكم بقى هو في صفحة كام؟ في صفحة 3 وكام؟ صفحة 63. تمام؟ آسف، في صفحة 64. في صفحة 64. ده تعريف المتغير الايه؟ الوسيط. فيهمني تاخدوا بس تعريفه اللي هو عبارة عن ايه؟ ها؟ السطرة. هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. فبيوضح لك بقى بمعنى أن ظهور المتغير الوسيط يؤدي إلى تعديل العلاقة الأصلية المتوقعة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. طيب بعد كده فين المتغير المتداخل؟ برضو هناخد تعريفه فقط لا غير. بسم الله ما شاء الله، معانا بناتنا دخلوا معانا اهوت، الحمد لله رب العالمين، نقولهم الحمد لله على ايه؟ على السلام. طيب تلاقوش اللقاء مسجل، وانا ما قلتش حاجه صعبه، انا حاولت اراجع على الايه اللي تم تناوله في اللقاء السابق، وبدات بس بايه؟ بتعريف المتغير المستقل والتابع والوسيط والمتداخل، وقلت مثال مهم جدا وذكرته على الشات اللي هو تاني المتغير المستقل والمتغير الايه التابع، لان ده جاي سؤال في الاختبار بمشيئه الله تعالى. نعم، فلقاء اليوم فيه حوالي تقريبا اربع اسئله كده مهمين خلي بالكم منها، قلنا ناخد تعريف كل واحد منهم بس كده في سطر او سطرين. طيب بعد كده هنروح لصفحه كام؟ طبعا برضه في عجاله سريعه كده، حاضر اهو، نرجع تاني بسرعه كده اهو تاني من الاول سريعا. قلنا ان المفروض في عندنا اطار نظري في البحث، والاطار النظري دوت اللي هو الجانب النظري اللي احنا بنتناول فيه الاسس النظريه للبحث والمشكلات البحث بتاعتنا، عشان بعد كده نبدا نشتغل في الايه؟ في العملي. فالدراسه النظريه دي بتساعدنا على تحديد العلاقه ما بين المتغيرات، وايضا بتساعدنا على صياغه فروض الايه؟ فروض البحث. بعد كده المتغيرات دي عباره عن اربع متغيرات هو ذكرها عند حضراتكم، اللي هي ايه؟ المتغير التابع والمتغير المستقل والمتغير الوسيط والمتغير المتداخل. يهمني اكتر انتوا تبقوا عارفين قوي المتغير التابع والمستقل. ده سؤال جاي عملي؟ ازاي؟ زي ما ضربت مثال كذا مثال على الشات لحضراتكم، وقلت ايه؟ لو قلت اثر ها س على ص، اثر س على ص، يبقى فين المتغير المستقل؟ ده اللي بياتي اولا على طول، اللي هو يبقى اللي بعد ايه؟ اللي بعد س. تمام؟ ها وصاد يبقى ده المتغير الايه؟ التابع. يبقى لما اجي اقول ها سؤال اثر اماني على ساره، اثر اماني على ساره، اماني جت الاول، يبقى اماني دي المتغير مين؟ المستقل. ساره جت بعد ايه؟ على، يبقى دي تعتبر متغير ايه؟ التابع. اثر هاجر على هناء، اثر هاجر، يبقى هاجر دي المتغير المستقل، هناء يبقى المتغير التابع. خلاص، وضربت امثله لحضراتكم، وبعد كده قلت ايه؟ اختصر عليكم ان احنا نعرف يعني ايه تعريف بقى المتغير التابع، ويعني ايه تعريف المتغير المستقل، ويعني ايه تعريف المتغير الوسيط، ويعني ايه تعريف المتغير المتداخل. قلنا ناخد بس تعريف كل واحد كده في سطرين اهو، اللي هو الصفحه اللي بعدها صفحه 63. المتغير التابع ويعرف ايضا بالمتغير الاساسي، وهو المتغير موضوع الاهتمام بالنسبه للباحث. شكرا. فهدف الباحث هنا هو عبارة عن إيه؟ أن يجد حلاً أو شرحاً لمشكلة لمشكلة البحث. بعد كده المتغير الوسيط، قلنا تعريفه هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل، بمعنى أن ظهور المتغير الوسيط يؤدي إلى تعديل العلاقة الأصلية المتوقعة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. مني بس تعريفه فقط لا غير. بعد كده تعريف المتغير المتداخل، بقيت الصفحه بقى 65 و64 مش عايزينها، نروح بقى على صفحه 66 برضو ناخد التعريف. المتغير المتداخل هو المتغير الذي يظهر خلال الفتره من اللحظه التي يعمل فيها المتغير المستقل للتاثير على المتغير التابع. يعني اذا هناك فترة زمنية لكي يعمل المتغير المتداخل، ويعمل هذا المتغير على شرح تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع. فنخلي بالنا لو تكرمتم من تعريف
هذه المتغيرات لو تكرمتم، لأنها ستأتي سؤال لحضراتكم بمشيئة المولى عز وجل. تمام؟ ابنتنا سارة وابنتنا سوسن رافعين إيديهم، هل هناك أي سؤال؟ طيب تمام. اتأخرنا يا دكتور عشان كنا صايمين وبنفطر، أو الأستاذ اللي كان عندنا قبل من حضرتك هو اللي عطلنا وأخرنا وطول معانا، معلش، ما أنت بتعمل فينا برضو إيه؟ يعني الحركات ديت وبتزود عن موعد المحاضرة ساعات فبنتأخر يعني، فمعذرتك، ما تقلقوش يا بناتي وأبنائي الأفاضل، عشان ابننا علي برضو معانا أهوت ما يزعلش، ولا تقعد تقول بناتي الأعزاء والأفاضل فقط وليه؟ والبنين لأ يعني؟ أه أنا بقول أبنائي وبناتي عم علي أهو، ماشي يا شيخ علي؟ أهو. النظام ما دخلكوش ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش، قدر الله ما شاء فعل، خيرا إن شاء الله. طيب لا ولا يهمكم عادي، مفيش، أهم حاجة بس تتابعوا، لأن إيه الحاجات اللي قلناها وحددتها كمان مهمة لو تكرمتم. تمام؟ طيب بعد كده في كان في حاجه تانية اسمها المتغيرات الرقابيه وشرحه، وكنت مجهز لكم بس حاجات خارج الكتاب، فمش عايز بقى يعني ايه اتطرق ليها بصراحه، لا خلينا بقى في الايه، في الجزئيه اللي علينا فقط لا غير. تمام؟ فيهمني دلوقتي اهو ده السؤال الاساسي مهم. المحاضره مكتوب 6:45؟ لا معلش يا استاذ والله ممكن تبقى خطا، لكن هي المفروض 6:30، ده هي ثابته 6:30. لا يبقى عندي انا دي، معلش معذره يعني، انا حاولت برضو اعيد معلش ما فيش مشكله، قدر الله وما شاء فعل. طيب نرجع تاني اهو، السؤال تاني المهم اهو اللي يهمني الجزئيه المهم. طبعا انا حددت معاكم تعريف كل متغير في سطرين. تمام؟ ها قولوا لي تاني، نبدا كاني ببدا من الاول اهو. يبقى احنا كده تعريف كل متغير في سطرين، ده مهم الاول. بعد كده السؤال التاني المهم جدا 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 اهو، لما اقول اثر نقول حاجة جديدة، نظم تخطيط موارد المنشأة على جودة التقارير المالية. فين بقى هنا المتغير المستقل وفين المتغير التابع؟ فين المتغير المستقل وفين المتغير التابع؟ نظم تخطيط المنشأة موارد المنشأة مستقل، ايوه تمام. ها خلاص، ما طالما عرفت المستقل يبقى التابع خلاص، انا قلتها لكم بقى خدوها بقى اهي. ايوه علي، بص كده علي، دايما نقول ايه، ها الذي ياتي اولا هو مين؟ هو المتغير المستقل، ده اللي بياتي في العنوان اولا وبيجي دايما بعد كلمه اثر، انما المتغير التابع بيجي في الجزء الثاني من العنوان وبياتي بعد كلمه ايه، بعد كلمه على. واضح؟ عشان ده سؤال على فكره بالمناسبه في الاختبار جاي منه يمكن سؤالين او ثلاث اسئله على الاقل او اربعه كمان يعني. طيب طبعا برضو اهو ثاني جزئيه ثاني اهو عشان بناتي ما يزعلوش، قلنا تعريف كل متغير هناخده في سطرين اهو، هرجع تاني واحددهم معاكم اهم. ان المتغير اهو انواع الرئيسيه المتغيرات والاربعه، متغير تابع مستقل وسيط متداخل، صفحه 63 او في اولها او الفقره الاولى بس دي اللي تمنيته، تعريف المتغير مين؟ تابع. تمام. بعد كده المتغير المستقل في نفس الصفحه سطرين اهو، هو المفوسط الصفحه، هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع بشكل ايجابي او سلبي، حيث انه بظهور المتغير المستقل والتغير فيه يحدث تغير في المتغير التابع بس، عارفه فقط لا غير. بعد كده المتغير الوسيط في الصفحه اللي بعدها صفحه 64 اول برضه ثلاث سطور، هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل، بمعنى أن ظهوره يؤدي إلى تعديل العلاقة الأصلية المتوقعة بين المتغيرين التابع والمستقل. بقية الصفحة مش عايزينها،
الصفحة اللي بعدها مش عايزينها، صفحة 65، صفحة 66 برضو في تعريف المتغير المتداخل، أو أول سطرين أو ثلاث أربع سطور. المتغير اللي بيظهر خلال فترة من اللحظة التي يعمل فيها المتغير المستقل للتأثير على المتغير التابع، وبالتالي فهناك فترة زمنية لكي يعمل هذا المتغير المتداخل. تمام؟ بس احنا ما قلناش حاجة تانية غير كده. بعد كده بقيت الصفحة مش عايزها. نبدأ بقى في الصفحة اللي بعدها اللي هي في صفحة كام؟ صفحة 67، إطار النظري للبحث. ما احنا لسه قايلين يا دكتور الاطار النظري ده ما هو بيعتبر الاساس الذي يبنى عليه البحث، لان المفروض الاطار النظري ده بيوضح لي العلاقه ما بين المتغيرات التي سيتم تناولها ان شاء الرحمن في البحث بتاعي. تمام. طب هل هناك خصائص للاطار النظري الجيد للمشكله بتاعت البحث؟ قال لي اه. فين الخصائص ديت؟ عباره عن خمس خصائص مهمه جدا، وتخلي بالكم منها بقى لو تكرمتوا. اهي في الصفحه اللي بعدها سؤال برضو مهم اهو، خصائص الاطار النظري الجيد للمشكله. تاني، خصائص الاطار النظري ليه يا دكتور ممكن تجي لنا ازاي؟ او ما قايل لحضراتكم السؤال بقى المعتاد، ها كل ما يلي يعد من خصائص الاطار النظري الجيد للمشكله فيما عدا. فنخلي بالنا خلاص بقى، انتوا بقيتوا اساتذه دلوقتي وبقيتوا عارفين صيغه الايه؟ الاسئله ومتوقع ممكن تيجي ازاي. تمام؟ تمام. الخصائص ديت طبعا اللي قبل منها الصفحه اللي قبلها برضو مش مشكله مش عايزينها. اهي يبقى الخصائص دي عباره عن واحد، يجب تحديد المتغيرات الملائمه للدراسه بوضوح. ده المفروض المتغيرات بتاعتي اللي انا هتكلم عنها يبقى المفروض ان انا اتناولها وتكون واضحه اللي هي الملائمه للدراسه بتاعتي. اثنين، يجب أن تبين الدراسة كيف أن المتغيرات ترتبط ببعضها من خلال المفاهيم النظرية للبحث. لما أقول والله المراجعة المشتركة والقيمة السوقية للشركة بيرتبطوا ببعض إزاي؟ يبقى لازم أوضح الكلام ده في النظري. ما ينفعش إن أنا ما أكتبوش نظري، ده لازم. ثلاثة، إذا كان يمكن تحديد نوع واتجاه العلاقة بين المتغيرات من خلال الدراسات السابقة. يعني اقول والله ده دراسه علي بقى محرز قالت كذا، دراسه هناء قالت كذا، دراسه ايمان قالت كذا، دراسه اماني قالت كذا، دراسه اريج قالت كذا. طب ما تمام صح، الدراسات دي بقى قالت العلاقه ما بين المراجعه المشتركه والقيمه السوقيه للشركه ايه؟ هل كانت موجبه ولا سالبه؟ طرديه ولا عكسيه؟ يعني ايه نوع العلاقه؟ وهكذا. في علاقه ذات دلاله معنويه ولا لا؟ الكلام ده المفروض لازم اوضحه من خلال الرجوع للدراسات السابقه. طب ما الكلام ده انا بقوله في النظري. يجب الشرح بوضوح لماذا تتوقع الدراسة الحالية وجود العلاقة بين المتغيرات ونوع هذه العلاقة. يعني لازم ان انا اقول والله انا متوقع في ضوء دراسة الجانب النظري ده واستعراض الدراسات السابقة ان العلاقة ممكن ان تكون تاخذ اتجاه ايجابي. طب ليه؟ علشان كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى بوضح الكلام. ايضا يجب توضيح العلاقة بين المتغيرات في شكل رسم بياني حتى يتم شرح هذه العلاقة للقارئ بوضوح. فدي كده خمس خصائص للإطار النظري الجيد للمشكلة، فأرجو من حضراتكم أن أنتم تخلوا بالكم منها لو تكرمت. بعد كده هنروح لمين؟ لاستنتاج الفروض. استنتاج الفروض يعني إيه وتعريف أصلا؟ يعني الفروض بتعرف إيه؟ اخر صفحه 68 تعريف الفروض جايه سؤال في الاختبار، عشان كده اللي بيتشرح النهارده ده مهم جدا جدا ابنائي وبناتي الاعزاء اهو. طيب تعريف الفروض ايه اصلا؟ ها قال لي والله بالبلدي كده هي عباره عن توقعات علميه حول حل المشكله بتاعتنا بتاعت البحث. تمام. يعرف الفرد بإيه بقى؟ بأنه علاقة منطقية ما بين متغيرين أو أكثر، يعبر عنه في شكل عبارات قابلة للاختبار، وهذه العلاقة مبنية على أساس الإطار النظري للبحث. تخلي بالكم من تعريف الفرد لو تكرمتم، لأن ممكن هم إيه؟ تعرف بأنه علاقة منطقية بين متغيرين أو أكثر، يعبر عنه في شكل عبارات قابلة للاختبار. ألف الفرد، ب واجيب أي حاجة تانية خلاص. لا يبقى معروفة، يبقى الإجابة الإيه؟ الفرد. يبقى تعريفه مهم. نعم. طيب هقول حاجة بس لحضراتكم هنا لو تكرمتم، يعني إيه مش هخرج عن النطاق ولا حاجة يعني، بس يعني تبقوا فاهمينها، لان بيحصل لبس دايما ما بين لفظين مهمين جدا جدا جدا. ايه هما بقى يا دكتور؟
طبعا الفرد ده لسه هنتكلم في حاجه اسمها فرد العدم والفرد البديل، لو قلناها دي يبقى اهم حاجه النهارده، لان هيجي برضو اسئله فيها. بس انا هقول حاجه يعني ممكن تكون خارج، مش خارج النطاق ولا حاجه والله، ولا بغرض خارج السرب، لا هي برضو بس ممكن مش موجوده في الكتاب. طب هي علينا يا دكتور، ممكن اجيبها سؤال، ايه هي بقى؟ ده نص فقره كده بالظبط يعني، اللي هي ايه؟ الفرديه والافتراض. نقولها بالانجليزي، المفروض الفرضيات، الفرضيات يعني بنقول عليها اللي هي نكتبها بالانجليزي لحضراتكم برضو تبقوا عارفينها اسمها ايه؟ هايبوثيسيس. اتش واي بي او تي اتش، من الاتش تي اتش اي اس اي اس، هايبوثيسيس. اما الثانيه الاف، نكتب بالعربي الاول اهي، الافتراضات دي اسمها بالانجليزي assumption. انت يا دكتور هتجيبها لنا بالانجليزي في الاختبار ولا حاجه يعني؟ اي اس اس يو ام بي تي اي، في تي اي او ان اس، assumption. ده سؤال على فكره لزملائكم قبل ذلك. طب اقول السؤال الاول عشان ترتاحوا تبقوا مطمنين مبدئيا، ها؟ لا يوجد، ايوه لا مش، ما الفرق؟ انا السؤال، ما هو الفرق دوت، حاضر يا علي، ما انا انت بتسالني يعني؟ حاضر يا عم علي، حاضر هقول لك طبعا الفرق، ما تلاقيش. امال يا عم علي لو صبر القاتل على المقتول يا علي هيموت لوحده يا علي، سيب الراجل يديله فرصته يا عم علي، هيتكلم وهيقول ما تلاقيش. ماشي، اشرب القهوة يا دكتور بالهنا والشفا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. كان نفسي أعزمك على القهوة يا علي، بس طالما أنت استعجلت وسألت سؤال مش عازمك يا علي. نقول الأول السؤال علوة، تمام؟ عندكم هنا الدلع علي علوة ولا ما عندكوش؟ ما عندناش دلع أصلاً يا دكتور هنا خالص. علي نقول له إزيك يا شيخ علي، بس كده. طيب. لكن إحنا ممكن نقول علي علوة مثلاً يعني. أول سؤال يا علي، أول سؤال. نقول أول صيغة سؤال صح وخطأ، بالمناسبة أنتوا في الاختبار أعتقد الأسئلة بتكون صح وخطأ لن تزيد عن 6 أسئلة، تمام؟ ها، فنقول إيه بقى؟ لا يوجد، أكتب لكم السؤال، لا يوجد، لا يوجد فرق بين الفرضية والافتراض. لا يوجد فرق بين الفرضية والافتراض. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. أول حاجة على طول يا عم علي، أيوة كهناء ممتازة أهي، يبقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ العبارة خاطئة، بس ده اللي يهمني. ده السؤال على فكرة إنصاف، قول لهم إنصاف إن السؤال ده جاي في الاختبار إنصاف. تمام كده يا عم علي؟ عشان خاطرك أهو. طيب، بس إحنا يا دكتور عايزين نعرف الفرق فعلا يعني، زي ما علي قال فعلا، ولا من باب العلم بالشيء يعني؟ تمام. المفروض في فرق ما بين الفرضيات والافتراضات. ليه بقى؟ الفرضية هي ما يراد إثبات صحته أو خطأه في البحث. يبقى الفرضية يقول لك فرضية البحث إيه؟ فروض البحث إيه؟ هي دي اللي احنا عايزين نختبر، هل هي صحيحة ولا خطأ؟ فإذا الفرضية هي ما يراد إثبات صحته أو خطأه في البحث، وهي تعتبر بها منافذ محتملة للحل. يعني والله ممكن نقول ممكن الحل يبقى كذا، طب هي العبارة صح ولا خطأ؟ الفرض ده وصلنا إلى أنه صحيح ولا، وهكذا. أما الافتراض فهو أساس يبنى عليه الحل. يبقى الافتراض هو أساس يبنى عليه الحل، أما الفرضية هي ما يراد إثبات صحته أو خطأه في البحث. تاني يا شيخ علي، يبقى الفرضية يا شيخ علي هي ما يراد إثبات صحته أو خطأه في البحث، أما الافتراض فهو أساس يبنى عليه الحل. تمام؟ زي بالظبط كده علي، لو حبينا نضرب مثال، مثلا هنفترض دلوقتي سيارتك لا قدر الله حصل فيها عطل فجأة، توقفت فجأة لا قدر الله. طيب، ما توقف السيارة معناه إن في مشكلة،
لان هي مش هتخليك تروح المشوار اللي انت عايزه، وبالتالي لم تصل في الموعد المحدد. طيب علي قال لي ما انا هحط فرضيه، قلت له ايوه ثانيه واحده، قلت ايه بقى هتحط ايه؟ قال لي فرضيه، قلت له الفرضيه اللي انت هتحطها دي ممكن تكون ايه، صح او خطا؟ قال لي اه، قلت له الفرضيه اللي انت هتحطها ان سبب المشكله ايه؟ قال لي والله يا دكتور ممكن يكون البنزين خلص، مفيش بنزين في السياره، او ان التيار الكهربائي ها تم فصله. قلت له تمام، يبقى هذه اسمها فرضيه، مش كده ولا ايه؟ انت هتختبرها عشان تصل الى حل للمشكله. قال لي تمام، قلت له طب ثانيه واحده كده، طب افتراضا بقى انت السياره دي كنت لسه جايبها من عند كهربائي، والمفروض ان انت صلحت كل حاجه في السياره من ناحيه الكهرباء، يبقى هل هتدرس ها ان في خلل في كهرباء السياره؟ قال لي لا. قلت له طيب تمام، يبقى معنى كده ان انت هتقول ايه، والله ايه ده هناك ايه افتراض كذا. فيبقى اذا الفرضيه هي ما يراد اثبات صحته او خطاه، اما ها الافتراض هو اساس يبنى عليه الايه، يبنى عليه الحل. زي بالظبط المثال بتاع السياره، نقول برضه مثال تاني عليه، لو انت جيت تدور السياره كده، تشغل السياره كده الصبح كده وانت خارج من البيت ورايح الشغل مثلا او رايح الجامعه، وجيت تدور لقيت السياره ما اشتغلتش. علي قال لي بسيط، قلت له ايه؟ قال لي بص يا دكتور احتمال ان البطاريه تكون ضعيفه. قلت له اه. قال لي او ان البوجيهات تكون محروقه، او ان البلاتين التاني. قلت له تمام، يبقى معنى كده انت حطيت فرضيات اهو، مش كده ولا ايه؟ الفرضيات دي هي عباره عن ايه، باما ان يثبت ايه صحتها او خطاها. طب لو انت عملت بوري يعني اديت كلاكس كده مثلا يعني، طب ما انت كده البطاريه لو ادت صوت يبقى معنى كده البطاريه ايه بتعمل. ولذلك فان الفرضيه التي تعتقد ان فيها ان في خلل في البوجيهات او البلاتين وليست الايه البطاريه، لان البطاريه اشتغلت. يبقى معنى كده ان في النهايه الخلاصه ايه، ان هناك فرق ما بين الفرضيه والافتراض، هناك فرق ما بين هايبوثيز الفرضيه او الفرضيات والسامبشن الافتراضات. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوه يعني بايجاز شديد، لكن انا يهمني تعرفوا بس هل هناك فرق بينهما ولا لا. نعم في فرق بينهما. ايه الفرق ده؟ الفرضيه، اكتبها لكم ايه عشان ما تنسوهاش خالص، اي الفرضيه هي مراد اثبات صحته او خطأ في بحث. ما الافتراض هو اساس يبنى، لما نحط ضم عليها هنا كمان، يبنى عليه الحل. كده باختصار الفرق ايه، الفرق ما بينهم. تمام. طيب هنيجي بعد كده على الفروض بقى في الكتاب اللي موجوده عند، يبقى دي سؤال كده قلناه هو كمان يا شيخ علي عشان يجي في الاختبار ان شاء الرحمن. قلنا ادي تعريف الفرض في صفحه 68، خلاص برضو ان ده سؤال، اللي هو الفرض انه علاقه منطقيه بين متغيرين او اكثر يعبر عنه في شكل عبارات قابله للاختبار، وهذه العلاقه مبنيه على اساس الاطار النظري للبحث. في صفحة 69 بدأ بقى يقول لي أمثلة على استنتاج الإيه؟ على استنتاج الفروض. ما تهمنيش قوي، أنا يهمني بقى الصفحة اللي بعدها اللي هي فرض العدم والفرض البديل. فرض العدم والفرض البديل، لأن ممكن أجيب لكم بقى أمثلة عليها، أمثلة عليها إن شاء الرحمن. طيب نقول الأول برضه أنا يهمني تعرف بس فرض العدم يعني إيه، وتعرف فرض البديل يعني إيه بس. تمام. اقول لكم على الخلاصه بتاعتها بالمناسبه، اكتبها لكم كده اهو هنا في الشات الاول عشان اقول موجز الانباء زي ما بيقولوا اهو. بصوا كده، لا توجد، ونعمل نقط كده اهو كده، فرض عدم. نيجي هنا كده اعمل لكم بقى زي ما بيقولوا كده ملخص الملخص اهو، فرض
لي عايز يسالني يقول لي وانت ايه اللي كتبته يا دكتور؟ انت كتبت ايه؟ لا توجد نقط كده يعني فرض عدم، توجد فرض بديل. بص يا شيخ علي عشان تريح نفسك على طول كده، صيغه فرض العدم يا علي، صيغه فرض العدم لما اقول ايه؟ لا توجد علاقه بين علي بامحه رزق والدكتور احمد حامد، يبقى ده كده الصيغه دي اسمها فرض ايه؟ فرض عدم. يبقى الصيغه دي اسمها فرض ايه؟ فرض عدم. نحن بننفي او بنقول لا توجد، لا توجد. الفرض البديل يبدا بصيغه ايه؟ توجد، توجد علاقه ذات دلاله معنويه ها بين علي بقى محرز والدكتور احمد حامد. يبقى تاني، يبقى فرض العدم بيبدا بايه؟ بكلمه لا توجد بس خلاص. طب والفرض البديل؟ لا توجد. تاني فرض العدم لا توجد، فرض البديل توجد، تاني فرض العدم لا توجد، فرض البديل توجد. هتلخبطنا يا دكتور، خلاص حفظناها، بحب اقولها تاني. التكرار بيعلم الشطار. وانت ممكن تجبرنا في سؤال؟ اه ممكن اجيبها في سؤال. قبل ما اقول السؤال نقول الاول ها. طيب طب هقولها بقى. طب استنى اقول لكم سؤال عليها اهو، ثانيه واحده نجيب الشنطه ونجيب الاسئله. يلا يا عم علي عشان انت تجاوب سؤال معانا كده. فين صيغه الفرض؟ اهو اهو. يلا يا ابنائي وبناتي، بس بقى مش عايز اكتب عشان ما اضيعش وقت. ممكن ها، بفرض انك تقوم ببحث بعنوان ها. ممكن حاضر اريز والله، ماشي بتحرجيني اريز والله. حاضر اهو، بفرض انك تقوم ببحث بعنوان نقطتين وشرط قياس اثر. بس عارف اريج انت اللي هتجاوبي، عشان لو غلطتي اريج انت كده انت حر. اثر تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة. هتقولي يا ريتني ما كنت اتكلمت دلوقتي. على جودة التقارير المالية. مش لازم نقول أدلة عملية من بيئة الأعمال السعودية، تمام. نحط النقطة كده أهو، في ضوء ما سبق أو في ضوء ذلك، يعني في ضوء ذلك، في ضوء ذلك فإن فرض العدم بيتم الرمز له بالرمز اتش زيرو. أهو أديك الرمز كمان أهو، أي خدمة اتش زيرو يتخذ الشكل التالي. نقطتين وشرطة، ادوس كده. ما حدش يكتب حاجة بس عشان ايه؟ اكتب الاختيارات الف وب وجيم، تمام؟ اهو اكتب كده الف اهو شرطة. لا يوجد تأثير موجب ذو دلالة إحصائية لنظم تخطيط موارد المنشأة في جودة التقارير المالية. ده كده ألف إيه؟ هنا كده توجد تأثير موجب ذو دلالة إحصائية لنظم تخطيط موارد المنشأة في جودة التقارير. نقول جيم لا يوجد تأثير موجب ذو دلالة إحصائية الخارجي في جودة أهو. معلش أنا آسف، المفترض جيم يعني إيه؟ دال
نعمل شرطة. نقول هنا كده لا يوجد تأثير ذو دلالة على صندوق تخطيط موارد المنشأة في قيمة الشركة. قيمة الشركة. طلع ريش. ده السؤال أهو. مكتوب عند حضرتك، عايزك تجاوبي. ها. هي فيها حتة زيادة كده المفروض تخلي بالك منها. يعني تقري العنوان الأول أو السؤال صح. ها. ريجي هتقول لي ده أنا هنا شايفة إيه؟ أنت بتقول فرض العدم، خلاص أول ملحوظة خدت بالي منها لا يوجد. لا بس ده يوجد. هنا ألف فيها لا يوجد. لا يوجد وده لا يوجد. إيه ده بقى يا دكتور بقى؟ أنا كده عرفت إن ب دي مش هي الإجابة. لما كده أنت لخبطتني. ألف وجيم ودال. ها. ألف ألف تمام. هذا ليه ألف، ألف؟ ليه ألف؟ لأن الألف مكتوب ليه؟ في جودة التقارير المالية، دال مكتوب فيها قيمة الشركة، تمام فقيمة. ممتاز أيوة ممتاز ممتاز. ليكي فنجان قهوة على حسابي كده أكثر. من البن المخصوص بتاعي بإذن الله. تمام. يلا سامحيني مش مشكله، هاتي على حسابي ما يهمك. اهو علي بقى محرز. طب وانا يا دكتور مش هشرب الجنه وانا كمان؟ ايوه يا علي. ليه بقى علوه؟ خلي بالك بقى، ممكن ابنائي وبناتي بيغلطوا في السؤال ازاي؟ بعضهم بياخد نص الكلام، يعمل بتر الكلام، ولا تقربوا الصلاه ويسكت. يعني خلاص انا فهمت يا عم الدكتور، فرض العدم لا يوجد. اقول له طب وبعدين؟ قال لي خلاص هناخد جيم. قلت له جيم؟ قال لي قلت له خد تعالى. قال خد. قال انت جيم دي بيقول ايه؟ قال لي ما هو بيقول لا يوجد. قلت له صح، بس لا يوجد ايه؟ تاثير موجب ذو دلاله احصاء لتقرير المراجع الخارجي. انا مالي ومال المراجع الخارجي؟ انا بيقول لي بفرض انك تقوم ببحث بعنوان ايه؟ يعني لازم عنوان البحث يكون في ذهني عشان انا هجيب الفروض من العنوان نفسه. انا بتكلم عن ايه؟ نظم تخطيط موارد المنشاه وجوده التقارير، بس تبقى قدام عينيا امام نصب اعيني كده. طب ثانيه واحده كده، طب رقم ده يا دكتور لا يوجد. قلت له تمام كمل كده. بس قال لي لا يوجد تاثير موجب ذو دلاله احصائيه لنظم تخطيط موارد المنشاه. قلت له ايه؟ قال لي في قيمه الشركه. قلت له وانا مالي ومال قيمه الشركه؟ قال لي اه صح. قلت له طب ب؟ قال لي لا ده ب دي بالذات ما تنفعش لان ده كده ده الفرض البديل. انما الف ادأب لا يوجد اهي، ده صيغه فرض العدم. وفي ذات الوقت هي دي المتعلقه بالموضوع بتاعي اللي هو ايه؟ ذو دلاله احصائيه لنظم تخطيط موارد المنشاه في جوده التقارير الماليه. واضح السؤال؟ طبعا بقى علي ممكن نفس السؤال ده اقوم كاتب ايه بقى؟ ها؟ في ضوء ذلك فان الفرض البديل، الفرض البديل يعني نفس السؤال. يلا هنا عشان انت لا تقولي الفرض البديل اللي هو بيرمز له بالرمز ايه؟ سعادتك هو اتش ايه؟ اتش ايه؟ هو المفروض نعمل بقى عربي تاني كده، هو ونقطتين وشرط. ايوه اهو شفت انصاف على طول سبقتني ازاي وجاوبت اهي، ما انا قلت هناء اختارت به. ليه بقى المفروض هناء؟ لان انصاف قالت لي يا دكتور انت قال الصيغه بتقول فرض البديل، يبقى الفرض البديل هو الذي يبدا به بيوجد. وهنا يوجد، ويوجد ايه؟ ده رابط ما بين الموضوع بتاع البحث نظم تخطيط موارد المنشاه وجوده التقارير الايه؟ الماليه. واضح السؤال ده بتاع صيغه فرض العدم والفرض البديل؟ ها مش عايز انقل لجزئيه تانية لما تردوا عليا. ما حدش يبلغ الدكتور احمد عشان بيزعل مني، لما بيعرف ان انا بعرف هو جاب ايه في الاختبار واجي اقول لكم بيزعل. ما حدش يبلغه لو سمحتم. الدكتور احمد انا شفت هو بيحط الاسئله تقريبا جايب على الاقل سؤالين في الجزئيه ده، اهي صيغه فرض العدم وصيغه الفرض البديل. بس ممكن مش لازم يكون بقى ايه الموضوع، ما عادي ممكن يا دكتور تقول ايه قياس مثلا اثر تطبيق المراجعه المشتركه على قيمه الشركه. خلاص يا دكتور لو قلت الفرض العدم ولا الفرض البديل احنا عرفنا بقى الصيغه ونركز على العنوان اللي احنا بنعمل بيه البحث بتاعنا. تمام يبقى دي سؤالين مضمونين كمان ان شاء الله الرحمن. طيب نقول كمان سؤالين، كمان سؤالين متعلقين بفرض العدم والفرض البديل. المفروض نكون عارفين بقى ايه الاسئله النظري بتاعتهم. الاسئله النظري نرجع الكتاب، نرجع الكتاب. فين الكتاب؟ اهو ها في صفحه كام؟ قدامكم صفحه 70. في صفحه 70 فرض العدم هو قال لكم تعريفه اهو، عايزكم تاخدوا بس الفقره ده، ايه الفقره الاولى والثانيه.
الفقرة الأولى والثانية. فرض العدم هو جملة تبين عدم وجود علاقة دقيقة ومحددة بين متغيرين. على فكرة بالمناسبة هقول لكم على سر، ما أنا ممكن أجيب في أحد اختبارات، لأن احنا بنحط ثلاث اختبارات، اختبار فصلي وبديل وتكميل، أقوم جايب إيه؟ نقط. هو جملة تبين عدم وجود علاقة دقيقة ومحددة بين متغيرين. ألف فرض العدم، ب الفرض البديل، ج الفرض الذاتي، د الفرض العكسي. خلاص يبقى الفرض العدم معروفة. طب ما أنا ممكن أجيبها برضو فرض العدم بس صيغة تانية، سؤال تاني، أقوم عامل إزاي؟ أهو هو فرض يبين أن علاقة الارتباط بين المتغيرين يساوي صفر، أو أن الفرق بين المتوسط لكل مجموعة يساوي صفر أو يساوي رقم محدد. ده معناه إيه؟ هو فرض الإيه؟ فرض العدم. بمعنى أن فرض العدم يبين أنه ليس هناك علاقة معنوية بين المتغيرات، أو أنه ليس هناك فرق جوهري بين المجموعتين. لو أنا مثلا بقول مجموعة أعضاء التدريس ومجموعة المراجعين مثلا، أما الفرض البديل والذي يعتبر عكس فرض العدم هو جملة تبين أن هناك علاقة بين المتغيرين، أو أن هناك فرق جوهري بين المجموعتين. فده اللي يهمني أبنائي وبناتي الأعزاء في فرض العدم والفرض البديل. مفهوم؟ ها واضح الكلام ده؟ فيها اي صعوبه؟ بس هو ده اللي انا عايزكم تعرفوه. طب بقيه الفصل يا دكتور؟ لا خلاص مش مطلوب منكم حاجه تاني، خلاص. بعد كده بقى بيقعد يضرب امثله ليا على صياغه فرض العدم والفرض البديل. فبصراحه ربنا يعني الامثله اللي جابها كمان يعني ايه، انا عايز اجيب امثله تانية افضل متعلقه بقى بالمحاسبه كصرف يعني، حاجات تكون حديثه يعني، تمام؟ عشان بعد كده ان شاء الرحمن او خلاص كل ده هننتقل بعد كده للفصل الايه المفروض، الفصل الخامس، اسس القياس وقياس المتغيرات. يا ترى نقيس المتغيرات ازاي؟ ودي برضو هناخدها بشكل مبسط جدا جدا جدا، لان الخلاصه بتاعتها ان انت عشان تقيس المتغيرات ديت ده انت هناك نماذج مختلفه ومتعدده وطرق واساليب متعدده، وممكن ايضا ان انت بتلجا لها باستخدام كمان يعني برنامج اكسل وبرنامج اس بي اس اس. فهناخدها برضو بايجاز شديد جدا 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 ان شاء المولى عز وجل، وهذا ما سيتم تناوله في اللقاء القادم بمشيئه الله تعالى. تعالى شاء الرحمن يوم الثلاثاء القادم إن كان في العمر باقية سنتناول الفصل الخامس، وده هيكون إن شاء الرحمن اللقاء رقم 11، عشان نعمل حسابنا إن الأسبوع القادم لو في عمر لينا إن شاء الرحمن ربنا يحيينا ويحييكم يا رب العالمين، هيبقى السبت والثلاثاء إن شاء الله برضو هيبقى آخر أسبوع بمشيئة المولى عز وجل. تمام؟ هل هناك اي سؤال او استفسار قبل ان انهي اللقاء؟ انا مستعد اقعد معاكم تاني، انا مفيش مشكله بالنسبه لي، كنا صايمين وفطرنا والحمد لله رب العالمين. طبعا ممكن يكون حد بقى من ابنائي وبناتي مثلا في جده ولا في مكه ولا يعني في فرق توقيت، فتلاقيهم لسه ما فطروش، الله يكون في عونهم. ما تنسوناش بس عند الافطار يعني بصالح الدعاء للامه العربيه والامه الاسلاميه رب العالمين يعني. هاجر بتسأل بتقول متى؟ نعم فندم حاضر، أرد بس على هاجر كرمتي، عشان هاجر بس بتسألني بتقول متى الاختبار؟ متى الاختبار هاجر؟ أعلم شيئا عنه سوى معلومة واحدة وأعتقد كلكم عارفينها يعني، ربنا يبارك له يا رب والله جلالة الملك يعني طلع قرار، حتى ما كنت بتكلم مع الزملاء والله فاستغرب، قعدت أشكر جدا يعني، قلت لهم الناس اللي بتفكر وبيخططوا صح والكلام من ده، وده حقيقي فعلا يعني بأمانة، لأن فعلا كنتوا انتوا هتقعدوا أجازة أو عندنا في الجامعة يعني هيقعدوا من يوم 17 رمضان، والاختبارات كانت تبدأ بعد العيد على طول مباشرة، فكانوا يقعدوا حوالي 3 أسابيع يعني. ففعلا يعني قرار يعني جنوه صواب بأمانة، فعلا يعني كان قرار صائب بنسبة 100%. يعني فإمتى ما أعرفش، لكن اللي أعرفه إن المفروض إن أي جامعة بتحدد مواعيد اختباراتها بحيث إنها تخلص الاختبارات قبل بداية أجازة اللي هي آخر رمضان، أعتقد 24 رمضان يعني. فمعنى ذلك ان هم ممكن يقولوا مثلا الاختبارات تبقى في ايه اول رمضان، الاسبوع الاولاني من رمضان يعني، ما لا اعلم والله، ما عنديش فعلا. لا والله القرار ممتاز يا ساره بامانه، فعلا 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 والله كلمه حق اقسم بالله العظيم،
لو فعلا القرار ما كانش كده كنت هقول على فكره، بالمناسبه انا عن نفسي بقول حتى مع زملائي، لكن والله فعلا لا، قرار سليم وصائب مليون في المية، مليون في المية. ده من وجهة نظري، قد اكون مخطئ وقد اكون على صواب برضو، عادي ما فيش مشكله خالص. عارف ان هو صدمه ليكم عشان كنتوا عايزين تتدلعوا شويه وتذاكروا براحتكم وممكن تقعدوا فتره كده ومش عارف، لكن لما جه كده يبقى معناه الاختبارات تقرب، فيبقى معناه ان انتوا ايه لازم تستعدوا وتذاكروا. يعني المفروض انصاف لازم تكونوا مستعدين وبتذاكروا اولا باول. انا بالنسبه لي على الاقل، الله اكبر الله اعظم، على الاقل بالنسبه للمقررين بتوعي ان شاء الرحمن يعني ما تشيلوش همهم تماما، يعني المقررين بتوعي ما تشيلوش همهم، لان فعلا الاختبارات اسهل ما يكون ابنائي وبناتي الاعزاء، الاختبارات اسهل ما يكون. واعتقد اللي هيتابع معايا اللقاءات الحيه، اللي هيتابع معايا اللقاءات الحيه هيبقى عارف الاسئله اللي جايه في الاختبار بنسبه مليون في الميه. ها يعني اسئله زي اللي قلناها اليوم في هذا اللقاء، طب ما دي جايه في الاختبار، اه جايه في الاختبار، طب هي دي سهله ولا صعبه؟ هناء لو ما حضرتش معانا وما سمعتش اللقاء وما تابعتش اللقاء خالص، طب ما هيبقى صعب بالنسبه لها. انما لو هي سمعت، مش لازم تحضر بس على الاقل سمعته، مش كده ولا ايه؟ يبقى معناها انها تذاكر فهتعرف تجاوب. تمام. هل هناك اي سؤال او استفسار؟ ايوه، ربنا يتقكم رب العالمين يا رب ويوفقكم ان شاء الرحمن. انا عشان الاذان كمان فمش عايز اقطع التسجيل معاكم، ان كنا بنتوقف وقت الاذان، فهل هناك اي سؤال او استفسار قبل ان ننهي اللقاء؟ استاذ اتفضلي. رموز الفرض العدم والبديل معانا؟ لا لا، هي مجرد ما انا هقول لك عليه، اتش اي ولا اتش 1 ولا اتش 0، انا هقول لك عليه ما تقلقيش. لا 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 ما تقلقيش، انا هكتب لك الصيغه، اقول لك فان فرض العدم واكتب لك الرمز بتاعه، تمام كده؟ ها يكون، وتختاري الف او ب او جيم او دال، لكن انا مش هقول لك ايه، مش هجيب لك سؤال اقول لك ايه صيغه فرض العدم او ايه رمز فرض العدم هو، واجيب لك ايه كذا رمز يعني وانت تختاري منه، لا ما تقلقيش مش هجيبه. ها زي بالظبط كده مثلا الفرضيه ولا ايه والافتراض، طب هي بالانجليزي معانا يا دكتور نحفظها؟ حتى لو انا ما جبتهاش على فكره بالمناسبه ما تقلقوش، بس حتى لو انا جبتها كنت بجيب السؤال كده، ها لا يوجد فرق ما بين الفرضيه ها هايبوثيسز والافتراض السامبشن، فكنت انا اللي بكتبها ما تقلقوش، بس برضو مش مطلوب ان انتوا تحفظوها. تمام. اما اقول مثلا لا يوجد فرق بين الدراسه الميدانيه فيلد ستادي والدراسه التطبيقيه امبيريكال ستادي والدراسه التجريبيه اكسبيرمنتال ستادي، برضو مش مطلوب منكم. تمام. فهتلاقوني حتى لو انا بقولها لك بالمصطلح باللغه الاجنبيه الانجليزيه هجيبها لك برضو ايه مع اللغه العربيه، يعني مش هقولها كده، لكن ممكن تيجي بالانجليزي بقى ازاي اللي هي فاكرين السؤال اللي قلناه في اللقاء السابق، كل ما يلي يعد من الدوريات التي يمكن الرجوع اليها فيما عدا، وما يقول لك مثلا الف ها اكاونتنج ريفيو، ب اكاونتنج هوريزونز، جيم مثلا اوديتنج اكاونتنج اند مثلا براكتس اوديت، دال تريبل دبليو دوت اس اس ار ان دوت كوم، ده بقى ما ينفعش اكتبه لك بالعربي، يعني ده ما ينفعش اقول لك ايه اكاونتنج ريفيو، هي اسمها كده المجله باللغه الاجنبيه اسمها كده اكاونتنج ريفيو، ما ينفعش اكتب لك بالعربي كده اكاونتنج الف عليها همزه والكاف والواو والنون يبقى اكاونتنج، لا ما ينفعش، هي لازم تنكتب باللغه الاجنبيه كده. تمام. هو ده بس السؤال الوحيد اللي ممكن يبقى فيه ايه، يعني يبقى فيه يعني انجليزي يعني فقط لا غير، ما تقلقوش. تمام. ربنا يكرمك ابننا علي يعني واياكم يا رب العالمين، يا رب حفظنا الله واياكم والامه العربيه والاسلاميه، وحفظ بلادنا وبلادكم من اي قرب او وباء او مكروه يا رب العالمين، يا رب احفظنا واياكم يا رب، ويمتعنا بالصحه والعافيه، ويرزقنا واياكم السعاده في الدارين ان شاء الله يا رب العالمين. ها لو سؤال تاني تحت امركم ما يهمكوش. على فكره انا هعمل اساسا اللقاء الاخير بعد ما اخلص شرح، هنعمل لقاء اضافي ما تقلقوش زياده، يعني مش هناخد 12 لقاء، هنبقوا 13 ان شاء الله ولا 14 ولا تفرق معانا خالص، يعني بحيث ان انا هعمل لقاء في يوم كده هنخليه زي ما بيقولوا كده اوبن، يعني اللي عنده اي سؤال هجاوب عليه ما تقلقوش، يعني ده غير اللقاء اللي قبل منه ان شاء الله الرحمن هيبقى مراجعه عامه وشامله من خلال استعراض مجموعه من كل الاسئله، عارفين اللي كنا بنقولها من اول الايه اللقاءات الحيه، انا بجمعها على فكره ما تقلقوش،
وهقولها لحضراتكم إن شاء المولى عز وجل في اللقاء الأخير بمشيئة المولى عز وجل. فبس هيبقى إيه؟ مش لازم بقى بالترتيب، لا، هيبقى كأنه إيه؟ مجموعة كوكتيل كده على بعضه من الأسئلة العامة والشاملة على المقرر ككل بمشيئة المولى عز وجل. فعشان كده ابنائي وبناتي، يعني اللي بيقولوا احنا مش مستعدين والقرار لا كان صدمه وما كانش صدمه، لا، انا مختلف معاكم قلبا وقالبا، والله فعلا بامان، لان الامور مبسطه وما تقلقوش خالص، هي بس محتاجه استعداد نفسي منكم كده، ودايما تاخدوا الجانب الايجابي وليس الجانب السلبي عشان تبقوا في الصوره العكس. ربنا يكرمكم ورب العالمين. اي سؤال او استفسار؟ جزانا الله وإياكم، إلى أن نلتقي بحضراتكم يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 إن كان لنا عمر بمشيئة المولى عز وجل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله يا شباب، في أمان الله أبناء وبنات الأعزاء.